الكابتن أحمد بناجد، هذه هي المرة الأولى التي أحتار بها بأمر المدرب. أما إن كاساس يفهم واللاعبون لم يصلهم فهم المدرب، أو العكس، المدرب يريد إيصال مهمته بالقشمريات. يا كابتن مصطفى، أنا قرأتها، تحياتي لأخوي الصديق أبو علي. أنا قرأتها، كان منزلها بعد المباراة على السناب شات، وتكلمت هوني بهذا الموضوع. هذا اللي تكلمنا به احنا، التغيير والتجريب اكثر من مره، عدم الثبات على التشكيله، عدم فهم بعض اللاعبين، والاستدعاءات الجدد اللي كل مباراه كل بطوله تشوف لاعبين يعني جدد يكونون موجودين بالمنتخب، وما كل وقت الكافي، يومين ثلاث ايام، شو تريد الدربه وانت رايح بسفر شرق آسيا اللي هي تايلاند، اللي 7 ساعات 8 ساعات، يحتاج لك يوم كامل بس استشفاء، ويوم قبل المباراة يوم خفيف مجرد انه بس تحضير المباراة. فما كل وقت الكافي لهضم التكتيك، لهضم الفكر المدرب، العقلية اللاعبين انت مو كلها سواسية، نوعية اللاعبين مو كلها سواسية نفس المستوى. فهذا الكلام انا اشوفه انه صح، اللي احنا تكلمنا به هو التغيير والتجريب، واللاعبين اللي كل مباراة نشوف تشكيل جديد، نشوف نوعية لاعبين يستدعون. احنا ما عندنا مشكلة اللاعب الجيد يعني اجيبه، مثلا اعطيه فرصة كافية، مو مباراة واحدة تقدر تحكم عليه وتبعده، او عدم استدعاء مرة ثانية، او انه تثبت على تشكيلة حتى تشتغل وياهم، يهضمون الفكر مالتك التدريبي، يفهمون ما انت تريده، لان احنا مقبلين على مشاركات مهمة جدا. واليوم احنا كنا نشيد بدور الاتحاد العراقي على كل ما وفره، ولحد الان يوفره للمنتخب الوطني. يعني هاي يمكن اول مره كابتن يعني تصير بتاريخ المنتخبات انه كل سبل النجاح متوفره. بس احنا انا لعبت منتخب وطني، وكابتن علي لعب منتخب وطني، وايضا الفتره اللي قبلنا او اللي بعدنا، ما شفنا انه الدعم، وما شفنا العفو الدعم، وما شفنا انه الامور سبل الراحة متوفرة للمنتخب نفس هاي الفترة.